حاليا جبت السينما كاين كاين فيلم نايضه اخراج سعيد ناصري من الافلام الكوميديا اللي الان بالقاعات السينمائيه واللي كنتمنى ان المشاهد المغربي يمشي بكثره ويحقق ذاك التصالح ديال السينما المغربيه مع جمهورها فيلم يستحق المشاهده وانا اوجه الدعوه للجمهور الكريم انه يمشي للقاعات السينمائيه باش باش يشاهدوا هذا الفيلم بالنسبة للتلفزيون كاينه مجموعة للأعمال الاعمال يمكن يشاهدها المشاهد الكريم سواء على القناة الثانية ولا القناة الأولى ولا على إم بي سي إم كاين مسلسل رحمة مع علي المجبود ومسلسل البنات أحلام الشهير <applause> راك كيعرفوا الجمهور كتواكبوا مجموعة من المشاكل نتمنى أنه يتجاوزها مسلسل اعتز بمشاركه في مسلسل قبر حياة مع مع الصديق العزيز يونس الركاب ومسلسل قصير سجدته مؤخرا مع 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 زيان الشياطين لا يموت بالاضافه الى مسلسل على القناه الثانيه مع المخرجه جميله البرجي مسلسل الناس الملاح كاينه مجموعه الاعمال ولكن هذا هما هما العلامات اللي كنظن ان الجمهور خصو ينتظرهم بشغف ان شاء الله باش يشاهدهم وردوا علينا الاخبار المسرحيه عندنا جوله مسرحيه مسرحيه مصاريه هي اللي اللي مركز معها الان ولكن العوده على الخشبه باقي 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 الحال باقي الحال باش نرجع كممثلا على خشبه المسرح فالظرف الراهن ما, ما ما لا الوقت ما كيسمحش ليا بطبيعة طبيعه الحال كيبقى الحب الاول والاخير هو هو المسرح وهذا لا نقاش فيه ونتمنى نرجعوا ليه ونرجعوا ليه بقوه في ظروف احسن ان شاء الله